ان شاء الله ما يكون تاخر الضابط يا فوز، انا رح اتصل فيه. استنى، هي هو عم يتصل. الو سيدي، انتو بخير؟ قدرتوا توقفوا الهجوم؟ يا تاش، واخذنا جولاق. يا عيني، الف الحمد لله. بس في عنا مشكله صغيره. لنقدر نطلع من هون لازم تنفذ مهمه سريه، فيك تعملها؟ سيدي، انا اتاش، غراب البحر واصعب المهمات من اختصاصي انا سيدي. ممتاز. كوماندر، انيوس جاست كيم فروم اور بيز ان اربي. Apparently they are having a serious crisis in Erbil. Send it to my screen now. Yes, sir. أنا عم حاكيكم هلا بصفة ضابط تركي. هذا اللي شايفينه هو رئيس أخطر منظمة إرهابية. لقبه جولاق في مذكرة بحث باسمه. المكان اللي موجودين فيه القاعدة العسكرية التابعة لإلكم الموجودة بأربيل. وجولاق الإرهابي الخطير لجأ لقاعدتكم. حطوا هالشي ببالكم، انه بحماية هالإرهابي المجرم انتو بتكونوا عم تتعاونوا مع الإرهاب. وإذا ما خليتونا نطلع نحن وجولاق من هون فورا، ما رح اتردد للحظة انه شارك هذا الفيديو للعالم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. فكروا القرار لكم. آخر تنبيه، إذا ما بتتركوا أسلحتكم وبتستسلموا رح نقوصكم، ما رح نسمح لكم تطلعوا عايشين. سيدي ما عم يمزح. ونحن ما عم نمزح. يا منموت هون يا مناخد جولاق معنا. شو عم تستنوا؟ يلا أوصوهم يلا. Sir. لا. Yes, sir. أنتوا أحرار هلا، بس هالموضوع ما انتهى، مفهوم؟ رح نحاسبكم. يلعنكم، صرتكم ساعة عم بتضيعوا الوقت وما عرفتوا تقتلوهم لهالدرجة جبناء، ها؟ معناتها سي يو ليتر. صار فينا نروح؟ انتهت مهمتنا؟ مهمتنا انتهت يا أبطال. هلأ روح أخونا الذئب رح ترتاح ونحن منرتاح. قلتلك ما رح روح من هون بدون ما أخدك. انت من اليوم رح تكون بإيد دولتنا بأمان، فلا تخاف. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. İstiklalin uğruna da alkanlara boyandık. İstiklalin uğruna da alkanlara Ata cenge buyurdu, sandılar Türk uyudu, ata cenge buyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Ülkemiz Türk ülkesi, aşık eder herkesi. Ülkemiz Türk ülkesi, aşık eder herkesi. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi.